السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم في قناتكم كوزين ام زد. اليوم ان شاء الله جبتكم واحد الموضوع مهم جدا، ويجبتكم اكثر تساؤلات انتشارا واكثر تساؤلات رواجا، واللي كتستعملوا بزاف في اللغه الاسبانيه، ماشي في اللغه الاسبانيه فحسب، ولكن في جميع اللغات جميع الثقافات اللي تستعملوا هذه اللغات. هذه التساؤلات بزاف عندك في اللغه ديالك، اللغه العربيه، عندما تكون بعض الكلمات بعد التساؤلات كتسقسيهم بزاف، ملي كتبغي تعرف ولا ملي كتبغي تسول شي حاجه اذا مشيتي شي مدينه غريبه عليك. المهم انا جمعت التساؤلات كاملين وبغيت نطرحها عليكم باش انكم تعرفوا تحتاجوهم بزاف. ناكد لكم انكم متاكد انكم تحتاجوهم بزاف، سواء في ملي غتكونوا كتعرفوا التعارف، ولا كذلك ملي غتمشيو للسياحه الدول ابلا اسبانياس، هي الدول اللي كتكلم اللغه الاسبانيه بحال اسبانيا، الدول اللاتينيه. المهم اخواتي، قبل ما نبداو الدرس نطلب منكم واحد الطلب صغير، هذا هو ان عندي واحد القناه وحده اخرى، هي واحد القناه عندي قديمه يلي اللي بديت كنخدم فيها مؤخرا، بديت كنعدل فيها لي فلوغ، كنعدل فيها الحياه ديالي اليوميه، كنعدل فيها، عملت شي بعض الجولات مؤخرا تصورتهم، وكنتمنى انكم تدخلوا وتشتركوا في القناه وتشوفوا الفيديوهات. ومهم القناه دابا فيها تقريبا واحد 400 مشترك، كنتمنى انكم في هذه الايامات كنثق فيكم توصلوا ل 1000 مشترك، كنثق فيكم اخواتي، كنثق بانكم تدخلوا وما تحشموني شي. نخلي لكم الرابط ديال القناه في صندوق الوصف. المهم نبداو اخواتي باول سؤال اللي غتحتاج بزاف، اللي غتحتاجوها بزاف خصوصا في الوقت ديال التعارف، وهو في الحقيقه هذا السؤال هذا محبط واحد الحاجه واحد الشيء بعد الشيء، ولكن ضروري خصكم تعرفوه. هو سؤال كيان ايرس. كيان ايرس هذه غتستعملها بزاف، هذه سؤال كيان ايرس هي من انت. هذا السؤال هذا في الحقيقه واحد سؤال فلسفي كنعتبره انه فلسفي. لماذا؟ لان بزاف كيحبط ديال الشباب، خصوصا انا كنعقل مؤخرا شحال هذه كنا اللي كان باقي الام ال سي، باقي ما خرجش الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، كنا كنستعملوا بزاف هذيك الام اس ان، وكان هذا الشيء جديد علينا، يعني واحد حاجه جديده بانك تتواصل مع الناس برا البلاد ديالك بواحد الطريقه سهله بحال هيداك اللي ما كانتش من قبل. يعني اول بروغرام كيسهل هذا الشيء كان هو الام اس ان، الناس ديال التسعينات، هما التسعينات والثمانينات هما اللي عيقلوا عليه. دائما كنا متعودين بانك مثلا كتبغي تتعرف على شي واحد ولا على شي وحده كتصيفط مثلا اولا كوموستاس، اذا جاوبوا عليك، إذا كان الجواب كيان ايرس صافي عقلب 6 سعود ومشي بحالك، صافي بلوكيا ولا بلوكي ولا مشي بحالك، يعني ما عندوش الغرض يتكلم معك، وخصوصا إذا عرف بأن عندك اسم عربي ولا هذاك، إذا قال لك كيان ايرس يعني ما خصوش يتكلم معك، شكون أنت؟ ولكن إذا كان عنده الغرض يتعرف عليك حتى هو وهذاك يقول لك حتى هو يقول لك اولا كي طال موي بيان إي تو، عاد معك الحوار، عادك يقول لك كيان ايرس. ولكن مع الدخل اللولي انت نهار فين كتقول له اهلا لاباس كيف انت بخير مزيان كيف العائله كيف الوالده كلشي بخير، ويقضي عليك كينيرس تما كيقتلك، يعني بلا ما تزيد تتكلم، ما تزيدش تزيد تعبر اكثر، يعني ما حتىش تحرج راسك، بلوكيه وقلب حالك. السؤال الثاني اللي عاد تحتاج بزاف هو كومو تي جاماس، هذه قلناها في عده فيديوهات، هذه بزاف يعني عاد تستعملها في النهار الاولي بغيت تعرف كومو تيجاماس، هي شني سميتك كومو تيجاماس. ضروري تعرف على شي واحد، ضروري خصك تقول تسقسي على الاسم ديالك باش يعني تبدا تتكلم معاه بالاسم ديالو، ولا كيف بزاف في التليفونات ملي كتعرف على شي واحد في التليفون، ولا مثلا شي زبون ديالك ولا شي يعني شي كليان ديالك كتعرف عليه في التليفون، كتقول له انديكامي تو نومبري بارا ديريخيمي اوشتاد، يعني قول لي الاسم ديالك باش نبدا نعيط لك بالاسم ديالك. ولكن بين الاصدقاء هذه بين يعني ساعات الخدمه كنقولوا بهذه الطريقه، يعني كطلبوا واحد الطريقه حلوه كيف كنقولوا حنايا في الخدمه، ولكن في الصداقه اصحاب هذا كتقول له عليك كومو تيجاماس كافيه، كومو تيجاماس شنو اسمك صافي، بلا ما تقول له لا دلا حب الماء. كما كتعرفوا بان اسبانيا كتعتبر ثاني اكبر دوله أوروبية اللي كتستقبل صب السياح في يعني في اوروبا، يعني من بين اكبر الدول، يعني في 2006 تقريبا استقبلت اكثر من 80 مليون بني ادم، 80 مليون سائح
2018 بين المباراه الرياضيه بين السياحه بين كلشي، وهما في اسبانيا متعودين انهم كيستقبلوا الناس من جميع الجنسيات، لذا دائما كتجبر واحد الكلمه معروفه باش ياخر اسباني باش يعرف مع من كيفاش غيتكلم معك، ويعرف قبل ما يطلق معك كونفيانس باللغه العربيه خصو يعرفك شكون انت هنا ومين جيتي. السؤال يعني اللي مروج بزاف كيتقال اللي غتنتظر منه انهم يسولك، خصوصا اذا جبرك بانك تهضر اللغه الاسبانيه مقرطه، يعني ما عارفش اللغه عينوطر بانك انت اللغه الاسبانيه ديالك ضعيفه، عيسقسيك دي دون دي ايرس مين انتينا دي دون دي ايرس. هذه احنا يمكن احنا في الدول العربيه ديالنا ما كنستقبلوش السياح بزاف، لذا السؤال هذا قليل فكتسقسي شي واحد مين انتينا، ولكن تماك اي واحد كتكلم معاه اسباني عايسولك دي دون دي ايرس مين انتينا شمن بلاد انتينا. هذه داخله فيها شي حاجه هذا باش كذا كنتي في شي دوله فقيره، اذا كتسمعي تعامل بك واحد الطريقه فقيره حقيره، يعني غيتعامل معك بواحد الطريقه هذا. واذا تصاق الخبر بانك انتينا من قطر ماشي من شي دوله غنيه عربيه ولكن غنيه، بطبيعه الحال يتعامل معك بواحد الطريقه لائقه قطريه واعره. المهم كتسمى اذا طولت الهضره تلاقي كونفيانسا وارتاح لك وارتحتي له هذاك، عنده ما يسقسيك اكي تي ديديكاس، شني كتعمل في الحياه؟ شني كتخدم في الحياه ديالك؟ شني البروفيسيون ديالك؟ شني العمل ديالك؟ اكي تي ديديكاس يعني ما كيقصدلكش شني العمل ديالك، ولكن كيقصد لك بواحد الطريقه كيقول لك شني نورمالمون شني كتعمل انت في الحياه، شني كتعمل؟ يعني داخله في الحياه تقدر ماشي ضروري شني كتخدم، ماشي ضروري العمل، ولكن كيسولك مثلا شني كتعمل في الحياه ديالك، يعني شني طبيعه الحال فينا غتجاوبوا بالعمل اللي كتقوم به انتينا، مهندس اعلاميات يوتيوبرز اي حاجه كتعملها في الحياه غتقولها له، يعني شني هاد الدومين ديالي بحال كنعرض له الدومين ديالك. كذلك من بين الاسئله اللي مروجه بزاف وهو كيسولك على العمر ديالك، شحال في عمرك؟ كوانتوس انيوس تينيس؟ كوانتوس انيوس تينيس؟ كما معروفه في اوروبا بان اذا حصلوك مع شي واحد قاصر يعني يقدر العقوبات كتكون صارمه جدا، ويقدر هذيك القاصر يعدل لك شي مشكل ويعبيك فيها ترانسفير. لذا دائما قبل ما يتعامل معك قبل ما يتكون معك قبل ما يعدل معك شي علاقه ولا اي حاجه عايسولك شحال في عمرك؟ شحال في عمرك باش يتاكد واش انتينا فوق 18 ولا تحت 18. اما حنا في الدول العربيه ديالنا عي كندرمو، اي درم، اي سرب لنا، اي قلب الدنيا كيما جات هو هذا. صافي في الاخر ملي الاخ يتاكد بان العمر هو هذاك، عرف الاسم، عرف بان كلش الامور ماشيه مزيه، ماشيه مياه هذيك وكذا، بطبيعه الحال الاخ مع الهضره مع هذاك تزعط، صافي الاخ صافي مشى في الهواء، في الهواء صافي مشى ضاع في الحياه. عايسول طبيعه الحال سي تينيس نوبيو، تينيس نوبيو ولا تينيس نوبيا، زعما واش عندك صديق ولا واش عندك صديقه؟ هذه عاديه دائما غتسمعها، هذه في الحوارات دائما غتجبر عندهم يسقسيك هذا السؤال هذا، واش عندك؟ حنا كاين في الدول العربيه ديالنا كتسقسى بزاف ما كتكونش تعارف، هذا كتسقسي واش عندك صديق، واش عندك صديقه، واش عندك، واش مجوج، واش مطلق، واش هذا. كذلك من بين الاسئله اللي كتطرح بزاف وهي دوندي بيبيس، فين كتسكن؟ دوندي بيبيس، دوندي بيبيس، يعني ملي كتطرح عليك هذا السؤال هذا ما حتاش تقول ساكن في شارع الوحده رقم 37. كذلك من بين الاسئله اللي غتسمعها بزاف وهي دائما كنبقاو داخل الحوارات يعني بالتعارف، ديتي التعارف ولا هذاك، يقدر يتسقسك مثلا واش كتسكن بوحدك؟ بيبيس سولو، بيبيس سولو، حيتاش في الاسبان عندهم عيب انك شارف بشلاغم شارف وباقي كتسكن مع الوالدين ديالك، عندهم عيب يعني ملي كتشوفك كباقي في عمرك 23 سنه 25 سنه وباقي تسكن مع الوالدين ديالك كتظهر له بحال معاق بحال اللي مختل عقليا، كتقول هذا بنادم مالو حماق ولا باقي متكل على الوالدين ديالو، يعني عندهم عيب، يعني كتبين بانك انت فاشل ولا يعني ما عندكش مستقبل، باقي 23 سنه ولا 25 سنه باقي ما عندكش مستقبل، كتجي لهم غريبه. لذا دائما كتبغي تتاكد من النقطه هذه، كتبغي تتقدم ملي كتقول ملي شي واحد مثلا قال لك بيبي سولو، عرف اللي كيضرب لك على راسك واش انت يعني بحال اللي كيقول لك واش انت فاشل، خصك تجاوبه ايه ولا لا. اذا قلت له لا كانوا نسكن مع الوالدين بحال اللي كتقول له ايه انا فاشل، في حين ملي كتقول مثلا بانك بيبي سولو سي جو فيفو سولو، يعني كتبين بانك انت سايس سيد يعني مسؤوليه وهذاك، وحتى اذا مثلا عندك شي علاقه معاك ولا هذاك يعني
كتعرف بانك انت واحد السيد مسؤول وبانك انت سيد بالعقل وناجح في الحياه ديالك. كذلك بعض الاسئله هو مثلا كتقول كومو تي سينتس، كيف تحس، بماذا تحس. بحال مثلا شي واحد مثلا طاح قدامك ولا وقع له شي اكسيدون ولا طاحت عليه شي حاجه ولا وقع له شي صدمه ولا شي حاجه، اي حاجه نفسيه ولا جسديه يعني هذاك، وسخاف ولا وقع ظهرت عليه علامات التعب، كتسولو بطبيعه الحال ملي كيتفيقوا كتعاونوا كتفيقوا من الصدمه ديالو، كتسقسيه كومو تي سينتس، كيف يعني كيف تحس، بماذا تحس، واش انت مزيان. ولا شي واحد مريض مثلا دراتو كرشو ولا دراتو راسو هيدا، وعطي قدمتي له مثلا شي دواء ولا شي حاجه وشربها، وعاد سقسيه مثلا من بعد كتقول له كيفاش كتحس دابا، واش مزيان حريده، كومو تي سينتس بيان، كومو تي سينتس بيان، عجبك هو سي ولا نو، شويش مزيان لا باقي يحرقني راسي بحال هكا. ولا كتسولو كتقول له تي سينتس ميخور، تي سينتس ميخور اورا، واش دابا كتحس براسك مزيان، كتحس براسك مزيان، تي سينتس ميخور. بعد وا كيجاوبك سي ميخور اورا ميخور، ولا كيجاوب مثلا سي اون بوكو، يعني واحد شي حاجه مزيان تحسنت شي حاجه. المهم اخواتي دابا كتسمى تطرقنا للاسئله ديال التعارف، خصوصا هاد الاسئله هادو كيتستعملوا بزاف في التعارف، الساعه ديال التعارف، الساعه ديال بدء الحوارات. مره اخرى ان شاء الله غنعدل لكم مورا هذه الحلقه هذه، نعمل لكم ان شاء الله بعض التساؤلات عاود كذلك تحتاجوا بزاف، يعني يعني تقدر يعني تستعملوا ماشي ضروري في التعارف ولكن في الحياه ديالك اليوميه. المهم بزاف كاين بزاف ديال التساؤلات كتحتاجوا بزاف ان شاء الله غنطرقوا لهم. وكذلك بغي كناكد عليكم بان عندنا في الصفحه ديالنا ان شاء الله غنخلي لكم في صندوق الوصف الصفحه ديالنا كذلك، باش تدخلوا انكم تشوفوا هادشي كامل، الجمل كامل اللي قلناهم غتجبروهم مكتوبين تماك، اللي يمكنكم انكم تيليشارجيوهم ولا تخليهم في يعني في الويب وتقراوهم باللات عليكم وتعلموا لهم شي حاجه مورا شي حاجه. وكذلك اخواتي كناكد عليكم ما تنساوش انكم تدخلوا تشتركوا عندي في القناه اخرى وفي القناه هذه وتشتركوا في القناه اخرى اللي مهمه. المهم خصنا نوصلوا 1000 ابوني في الايام خصنا نوصلوا ان شاء الله. وانا كنتقفكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.